مساء الخير. بونجور أخت داليا. بونسوار أبو طلال. بونسوار أخت داليا. أنا قلت ختامة مسك معك، يعني أول شيء عبارات نبي ما بدنا نستعمل بس لهالمرة. خليني أقول لك عشان مخنوق. خليني أقول لك عبارات نبي بدنا نجرب قد ما فينا نتحكم فيهم وما نستعملهم. هاي وحدة. تاني شغلة، أنا كنت متفقة معك بالحلقة الماضية إنه أنا مضمون الفقرة تبعك بدي أعرفه، بدي أطلع عليه. قررت إنه هيدي الحلقة بما إنه هي آخر حلقة بهذا الموسم، لا خلص رح أترك الموضوع عندك، أوكي، وابتداءً من الموسم الجديد منشوف شو منعمل. فقل لي أنت الموضوع اليوم شو؟ I adore you، يعني بوعدك I adore you، إنه إذا بتريدي please don't explain، ما تقطيني. I adore you إنه حتشوفي حلقة مش الموسم ولا الجديد ولا العالم، لا بل كل الدنيا مش حاضر مثلها بحياتها، عمشان دقوا بموضوع أخ حساس. يا أبو طلال داليا، دقوا بموضوع يعني لا بكهرب بكهرب. شو هو الموضوع؟ بلش؟ بلش. طيب، النائبة سنتيا زرازير، هاي الكلمة لإلك، قلبها طفل وعقلها رجل وجسدها أنثى، تلك هي سنتيا زرازير يا أخوات. امرأة. شو؟ ما قلنا فلتين اليوم. لا، امرأة. يا عالم يا بقر، ثبتت حالة وجودة بعلمها وبمخها وبذكاها وإنسانة طيبة وداون تو أرث وقريبة من الكل ومحترمة حالها يا واطيين. انت شو عرفك فيها أبو طلال؟ شفتها بالمجلس. شفتها يعني كنت... يعني من التلفزيون شفتها؟ لا، شفتها بالمجلس، ما أنا كنت من عم بلطش عليها. القصة يا إخوان، القصة مش بين الإجران، القصة بالفعل بين اللجان. كسخشة قوي يا أبو طلال. تقولي ليش؟ قولي ليش؟ طيب معقول يا خداليا يعني باركينج ما فيه؟ المخلوقة بتكون جاي فاعة هالقد مبلغ وهالقد وقت عند القوانفار عمشان البرشم وفاعة شعراتها تقوم تطلع ماشي من عاب. إذا فيهم ذرة كرامة بخلوها تصف قبل أي واحد فيهم. أصلاً عالمياً عالمياً ليديز فيرست، يعني بشي سيارتي أنا بخليها تصف هي ولا لا؟ نحن نطالب بسنتيا زرازير نائبة وزيرة لا بل رئيس الجمهورية علينا كلنا عمشان امرأة ثبتت حالها. يا لهوي، إذا حطيت على مسؤولية الجديد قبل الحلقة بس اللي معه خبر بشيء عم بحكي طالع نازل، خلينا نكفي هلا. كفي. مهم لأقول لك شغلة، سيرك من كل هال. طيب المكتب هل يعقل واحدة مخلوقة جديدة فاتت على برلمان لبناني على شو؟ بلا من اللبناني، يعني اللي هو واجهة البلد، اللي هو المسقفين، اللي هن اللي منطفين من الأمراض، اللي هن بدهم يرسموا خطة إلى البلد عمشان ننمو بالاقتصاد. طيب معقول تفوت تلاقي مجلة بارن جوا؟ مش بس مجلة، مش بس مجلة. وهنا يجب على قناة الجديد التحرك. الله أكبر، أزعلق هذا المكتب بين إيدها مريم البسام. يا محمد يا دين النبي، شو بده يصير؟ بدها تعرف المجلة لمين ومن أي تاريخ إصدار ومن وين أصدارها ومين كان كمشها وشو عمل مع المجلة وشو علاقته بالمجلة، وإذا في شيء على المكتب بده يبين، وبدها تجيب الجينيات تفحص عمشان إذا مخلص ومسح بده يبين. بدها تنشر عرضه منين هو، مثل ما عم بقول لك مريم بتسيبها تعرف، يعني شو بدي اقول لك، مش البيضة من بعضها الجازي من ركبها، بدها تعرف دقيقة، بدها تعرف اذا البنات بالبلاي بوي عاملين بزي ولا لا، مطبرين ولا لا، وعند مين، بدنا نعرف اذا شغل نادر صعب ولا شغل حدا تشيب. يا ابو بدنا نحدد. يا ابو تفودون، وخداليا الموضوع كبير. بس هلا انت عم تتخيل احنا صلنا 30 سنة عم نتفخوت خوازيق، هلا بينت هيدا بيطلع بعبي 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 فوق بفضي بالشعب. انسي، ما هو متيس كل النهار بان 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 بينسى بيصفق بالشعب. الله وكيلك، ما عادش في طيب باللبنانية الا من خزقوها، بيحضر وبينزل، بيحضر يا اخو ضارب بيتك جايب مجلة بان على البرلمان. يعني انت مثلا بكره ما يجي عندك بان كمان مثلا تشوف شو ممكن تقول له؟ والله بعدنا يا شريك شايف مجلة هلا فيها عكليتي تعبان شوي، شو الاخبار؟ عم بعيونكم. طب بكره اذا اجى نظيره لهذا تبع المكتب مكرون، ما ايمانويل مكرون، شو بده يوقف يقول له؟ لحظة، مش نظيره. إذا إجا نظيره
لا نظيره الفرنسي. نظير مين الفرنسي؟ نظير هيدا تبع المكتب اللي عنده مجلة. يا أختي نظيره شو بدي أقول لك؟ الروسي ماكرون رئيس. رئيس إذا أجا الرئيس ماكرون بده يعرفوه عليه بمكتبه. شو بقولوا له؟ إيليا إن مجازين كيليا شباب وصبايا عمضاتهم تع بعضهم راكبين بعضهم هان بالعربي. شو إذا سألهم كسكسة بركتها. أنت بتعرف الفرنسي لما يتهيئ بين عمر. بس أنت بتعرف شو المشكلة أخد دالية بتحسيه شوي أولد سكول. مين؟ ده هو هذا تبع المجلات. ايه ليه؟ أولد سكول. شو إنه هذا مجلات؟ طب ما ينزل على البسطات في سيديات المعلم والتلاميذ الصاروخ الأسود والشقراء الحسناء. ده أنا برأيي بصراحة لازم نحن نلم هالي كل المقتنيات، مقتنيات الجريمة الشنيعة قبل مسرح الجريمة. نمسح طيب اللي كان حاطط مجلات بول ونجيب المجلات ونحن يعني متى ما بقولوا شو بدنا نجيبهم نعمل فيهم ما شاء الله؟ لا نحن ناخذهم. مين بده ياخذهم؟ مقتنيات حرب هال. انا باخذهم. انسي انت عندنا الانطلال. تفوكس هي تفوكس؟ فوكس ما يعني شو بدي اقول لك؟ ما ولا من ميلي ما عم تعرف. ساعة بتستعملوا ميكروفون، ساعة بتحطوا بالشعر، ساعة بالسشوار، يعني قصدي مش عم تعرف. أبو طلال أبو طلال محروم محروم محروم، ما بشوف إلا العالم على البحور وعلى البحور كلها شيل حب الزوط، أنا محروم محروم. أبو طلال أبو طلال شكرا على وجودك معنا. آخر حلقة.